اللي في الصورة ده اسمه قذافي فراج عبد العاطي، واحد من أذكى المجرمين في مصر، لقب بسفاح الجيزة واتقبض عليه بالصدفة. الحلقة دي محتاجة تركيز في التفاصيل. 2020 تم القبض على قذافي بالصدفة، لكن لما اتقبض عليه كان باسم وشخصية تانية خالص، وهنعرف كمان شوية ازاي وليه. قذافي كان شغال موظف بسيط ومن عيلة متواضعة، وعلشان ظروفه المادية ما كانتش مساعدة يحقق احلامه، فقرر ان هو هيشتغل في مجال سمسرة العقارات، يشتغل وسيط عقاري سواء في بيع او ايجار العقارات او الاراضي. وفي 2014 لما بقى يكسب فلوس كويسة من موضوع السمسرة والوساطة العقارية، استقال من وظيفته وقرر انه يشتغل بشكل اساسي سمسار عقارات. في 2015 اتعرف على سيدة اسمها فاطمة الزهراء، وفاطمة الزهراء في وصفها للقذافي انه شخص خجول وطيب ومحترم جدا في التعامل مع الناس، وهو اتجوز فاطمة الزهراء بنفس اسمه وشخصيته الحقيقية اللي هي قذافي. فاطمة الزهراء ما كانتش عارفة ان هي الزوجة التانية، والزوجة الاولى كان متجوزها بنفس الاسم والشخصية اللي هي قذافي، لكن كان في زوجات قبل كده وبعد كده باسماء وشخصيات ناس تانية هنعرفهم دلوقتي بالتفصيل. 2015 هو تاريخ اول جريمة عملها القذافي، وهي كانت تخص بنت اسمها نادين، وهي اخت فاطمة الزهراء الزوجة التانية. كان القذافي على علاقة غير مشروعة بنادين قبل ما يقرر انه يتجوز فاطمة اختها، ولما نادين عرفت ان القذافي عايز يتجوز اختها قررت انها تفضحه وتقول لاهلها وتقول لاختها ان القذافي مش بالصورة اللي انتوا شايفينها دي، وانه بني ادم تاني خالص. القذافي بدأ يفكر في ارتكاب اول جريمة، وهو انه ازاي يتخلص من نادين. عايزك تسمع ذكاء قذافي في طريقة التخلص من نادين، وهي نفس طريقة الذكاء في التخلص من كل الضحايا بعد كده. قرر قذافي ان هو يقنع نادين بانها تمثل وانها ترجع لحلمها القديم. هي كان نفسها تشتغل في مجال التمثيل، فبلغها ان في منتج سوري صاحبه عنده استعداد يمضي معاها عقد تمثيل، لكن الشرط انها تسافر بره مصر، هتمثل في مجموعة من الاعمال الفنية وده مقابل مبلغ مالي كبير. في الاول اهل نادين رفضوا، ورغم تدخل القذافي عندهم الا انهم اصروا على الرفض، لحد ما جاب لهم في البيت المنتج السوري بنفسه، والمنتج قعد مع والد نادين ومع والدها اللي هم بالنسبه لقذافي حماه وحماته، واقنعهم انها فرصه عمر نادين علشان تحقق النجوميه. ومجرد ما اهلها وافقوا بعد ضغط من نادين مضت العقد وسافرت، واول ما سافرت اتقطعت علاقتها تماما بالاهل، ما بقاش في اي وسيله اتصال بتحصل، لدرجه انها كانت بتبعت لهم رسائل بس، مره انها جالها اصابه في رجلها، مره انها مشغوله ومش عارفه تتواصل عشان بتصور، مره انها سابت البيت اللي قاعده فيه ونقلت راحت بيت جديد، لكن اتصالات هاتفيه فعليا مش موجود. اهل نادين بداوا يشكوا جدا في قذافي وفي تصرفاته، ولما اتكلموا مع قذافي ان هو يحاول يوصل لصاحبه المنتج ويرجع اختهم تاني، بدا يدور معاهم زيهم بالظبط، وبدا يحاول يتصل بصديقه المنتج السوري، لكن مفيش اي فايده. وفي الحقيقه هو في الوقت ده كان قتل نادين ودفنها. في نفس التوقيت اللي حصلت فيه المشكله مع اهل مراته بخصوص نادين، كان ليه صديق عمره اسمه المهندس رضا، والمهندس رضا كان مسافر السعوديه يشتغل هناك، واقنعه قذافي ان العمل في مجال الاستثمار العقاري ممكن يكسب منه كتير جدا. وهنا اقتنع المهندس رضا بكلام قذافي، وبدا يبعت كل شهر فلوس لقذافي علشان يستثمرهم ليه في موضوع الاستثمار العقاري. لكن المهندس رضا وبعد مرور 3 سنين بدا يشك، لان مفيش اي عائد مادي كان بيجي من قذافي للمهندس رضا، وحجم التحويلات اللي تمت من المهندس رضا لقذافي وصلت ل 3 مليون جنيه. فقرر المهندس رضا ان هو ينزل لمصر علشان يقابل قذافي ويتاكد بنفسه من كل الممتلكات اللي اشتراها قذافي وحجم الاستثمار اللي عامله قذافي بال 3 مليون جنيه. قذافي لما عرف ان المهندس رضا جاي قرر انه يكمل باقي الخطه. اول حاجه عملها انه استقبل المهندس رضا في المطار، وطلب منه ان هم يروحوا شقه من الشقق اللي هو كان شاريها باسم المهندس رضا علشان يعزمه هناك على اكله كشري كان نفسه فيها من زمان. والمهندس رضا راح معاه على البيت، وهم قاعدين فتح له الكشري، بس كان قذافي حاطط له في الكشري سم. وبمجرد ما المهندس رضا كان الكشري اللي فيه سم بدا يحس بالم جامد جدا في بطنه، قام راح قذافي دخل المطبخ وجاب قطعه حديده هو كان محضرها وضرب المهندس رضا على راسه اكتر من ضربه
لحد ما اتأكد انه مات. وقذافي في الوقت ده كان محضر شنطة كبيرة علشان ينقل فيها المهندس رضا من الشقة اللي قتلوا فيها لشقة تانية برضو باسم المهندس رضا. وبعد ما دفن المهندس رضا في الشقة قفل الشقة ورجع تاني على منطقته وبلغ اهل المهندس رضا ان هو قبله وقعد معاه شوية وبعد كده سابه وما يعرفش راح فين. ونزل يدور مع اهل المهندس رضا في كل مكان ممكن المهندس رضا يروحه، لحد ما فوجئ اهل المهندس رضا ان جالهم رسالة على تليفون اخته بتقول فيه ان هو المهندس رضا بس بيبعت من تليفون غريب وهو اتقبض عليه وهو ماشي في الشارع لان كان في مظاهرة وهو مش عارف الامن مرحله على فين. وطبعا اهل المهندس رضا بعد 5 سنين عرفوا ان اللي كان باعت الرسالة دي هو قذافي. قذافي في الوقت ده حس ان موضوع قتل واخفاء الجثة امر سهل جدا، فقرر ان هو ينتقم من زوجته الاولى اللي هي اسمها فاطمة زكريا، وده بسبب خناقة كبيرة حصلت بينهم لما شافت عدد كبير من البطاقات الشخصية كلها فيها صورة قذافي لكن الاسم في كل بطاقة متغير. وهنا بدأت تهدد قذافي ان هي هتبلغ عنه لانها شكت انه نصاب، لحد ما قذافي قرر ان هو يتخلص من مراته الاولى بنفس طريقة المهندس رضا، حط لها سم في الاكل واول ما مات قرر ان هو هيقطع جثتها لقطع صغيرة وحط القطعة دي جوه الديب فريزر وسابها لحد ما تتجمد. وبعد كده نقل الاكياس اللي فيها زوجته التانية وهي مجمدة على نفس الشقة اللي دفن فيها المهندس رضا، وكان برضو محضر حفرة علشان يدفن فيها الجثة التانية. وبعد ما خلص دفن الجثة التانية جوه نفس الشقة قرر ان هو هيجدد الشقة بشكل كامل ويعرضها للإيجار، وفعلا جدد كل حاجة في الشقة وركب سيراميك جديد. وبعدها عرض الشقة للإيجار وناس سكنت فيها لمدة 4 سنين ما كانوش عارفين ان تحتهم في جثث ناس ميتة. وقذافي بعد ما قتل زوجته الاولى راح لأهلها وقال لهم ان هي خدت منه فلوس وسرقت فلوس من البيت وبعدها اختفت وهو ما يعرفش عنها حاجة. واهل مراته عملوا بلاغ يتهموا فيه القذافي بان هو السبب الرئيسي في اختفاء او قتل بنتهم، الا ان ما كانش فيه اي دليل ضده وقدر يثبت ده في التحقيقات ويكمل حياته عادي. في 2017 كان معاه كل التوكيلات الخاصة بالمهندس رضا، فقرر ان هو يبيع كل ممتلكات المهندس رضا وخد الفلوس وساب الجيزة تماما وراح على اسكندرية. بس قبل ما يسافر على اسكندرية قرر ان هو هيبعت رسالة تانية لمحامي عائلة المهندس رضا يقول له فيها ان هو المهندس رضا ولكنه مقبوض عليه وعمال يترحل من مكان لمكان لكن هو مش عارف هو فين بالظبط. في نفس التوقيت المحامي يعرف ان كل ممتلكات المهندس رضا اتباعت وان اللي باعها قذافي، وهنا المحامي يطلع بسرعة على اسم الشرطة علشان يعمل فيه بلاغ باتهامه بشكل رسمي في اختفاء المهندس رضا، واكتشف ان فيه كمية قواضي نصب مرفوعة على قذافي. في الوقت ده قذافي سافر على اسكندرية، لكن لما سافر كان بطاقته وكل اوراقه الرسمية بتقول ان هو المهندس رضا وعاش وسط الناس في اسكندرية ان اسمه المهندس رضا وانه متخصص في هندسة الالكترونيات. وفي اسكندرية اتعرف على بنت اسمها ياسمين، ياسمين اعجبت بيه وهو اقنعها انه عنده افكار استثمارية كبيرة وبدأ ياخد منها فلوس علشان تستثمر الفلوس دي معاه. وفي نفس التوقيت قذافي اللي كان منتحل شخصية المهندس رضا كان وعدها بالجواز، لكن بعد مرور وقت طويل وياسمين ما لقتش اي جديد بيحصل فطلبت منه ان هو يرجع لها الفلوس وانه يتجوزها زي ما وعدها. فقال لها ان هو ما معهوش فلوس يقدر يديها لها لكن يقدر يديها اجهزة كهربائية من المخزن بنفس قيمة المبلغ المالي اللي هو واخده منها، فطلب منها تجيله على المخزن في منطقة العصفرة بالليل. فلما راحت له المخزن راح خنقها وضربها على راسها وقتلها وحفر حفرة جوه المخزن ودفنها هناك وانتهت قصة ياسمين تماما. وبعد فترة طويلة اتعمل بلاغ باختفاء ياسمين، لكن مفيش اي حاجة ضد قذافي اللي هو بالنسبة لهم المهندس رضا. وبعد ما تخلص من ياسمين قرر ان هو يتجوز دكتورة صيدلانية اسمها نهى. الدكتورة دي كانت من عيلة غنية في اسكندرية، لكن بعد فترة جواز استمرت 3 شهور الدكتورة الصيدلانية طلبت من قذافي اللي هي كانت عارفة ان هو المهندس رضا الطلاق، وقذافي وافق على الطلاق، لكن قذافي قرر ينتقم منها انتقام جديد، ولانهم عيلة غنية ومرتاحة ماديا فقرر ان هو هيسرقهم. وراح قذافي على بيت حماه وحماته لكنه كان لابس نقاب
العقاب، وفتح الشقة ودخل لأنه كان عارف إن هم مش موجودين وكانوا مسافرين، وبعد ما سرق الذهب والفلوس اختفى تماما. كان أول المتهمين هو قذافي اللي هو المهندس رضا، وراحوا على اسم الشرطة علشان يعملوا بلاغ في المهندس رضا. ففعليا هم بيدوروا على حد هو أصلا مش موجود. وبعد ما قذافي غير مكان سكنه سمى نفسه محمد مصطفى، وعمل كل الأوراق المطلوبة علشان يبقى اسمه محمد مصطفى قدام كل الناس. اتعرف على سيدة اسمها مي، والسيدة دي كانت برضو من عائلة مرتاحة ماديا. فقذافي قرر ان هو يبان قصادها انه معاه فلوس، فخد مجموعة صغيرة من المشغولات الذهبية اللي كان سرقها وراح يبيعها في محل ذهب. فأول مرة اتباعت عادي وصاحب المحل ما شكش فيه، لكن الشك حصل في المرة التانية لما قذافي راح معاه شنطة كبيرة مليانة مشغولات ذهبية. في الوقت ده الأجهزة الأمنية كانت موزعة منشور، المنشور ده جواه كل أوصاف المشغولات الذهبية اللي كانت اتسرقت من بيت الدكتورة الصيدلانية نهى اللي كان متجوزها القذافي اللي كان مسمي نفسه ساعتها المهندس رضا. صاحب محل الذهب لما قذافي دخل عليه بالمشغولات الذهبية قدر يتعرف على المسروقات، وبلغ الشرطة وقال لهم ان في شخص غريب عندي جاي يبيع مشغولات ذهبية تشبه المشغولات اللي اتسرقت. الشرطة طلبت منه انها تعطل قذافي على قد ما تقدر، وفعلا صاحب المحل عمل كده لحد ما وصلت الشرطة علشان تقبض على المهندس رضا المتهم بسرقة المشغولات الذهبية، وتم القبض على قذافي في محل الذهب، وتم ترحيله على مديرية أمن اسكندرية، وتم إبلاغ أهل المهندس رضا إنه تم القبض عليه في اسكندرية وهو متهم في قضية سرقة. أهل المهندس رضا وصلوا بسرعة على اسكندرية علشان يشوفوا أخوهم، فاكتشفوا إن الشخص اللي هم جايين يزوروه هو قذافي، واللي هو في وقت القبض عليه كان اسمه محمد مصطفى. وبعد تدقيق التحقيقات معاه اعترف بكل جرائمه، وتم استخراج الجثث والتعرف عليه. قذافي يعتبر من اذكى واصعب المجرمين اللي ممكن تسمع عنهم في مصر، لكن في الاخر اتقبض عليه واتحكم عليه بالاعدام. سلام عليكم.